سيدة يقال أنها آية من الجمال، وفي الوقت ذاته عجوز مخيفة. أرجلها على شكل حوافر الماعز، تعيش قرب المياه لتحمل الاسم الأغرب على الكوكب، سيدة المستنقعات. اليوم ستكون وجهتنا إلى المغرب العربي الشقيق، فبعد حديثنا عن سجن قارة المرعب ننتقل لنتعمق بأكثر أسطورة مرعبة تداولها الناس عبر السنين، عن امرأة يعتقد البعض أنها من الجن، والبعض الآخر يقول عنها أنها من الإنس. أما الأكثرية فتقول أن نصفها إنسي والنصف الآخر جني، آكلة لحوم البشر وخاصة لحوم الرجال. فلا توجد شخصية شعبية تاريخية في الذاكرة التراثية للمغاربة أكثر غموضا من عائشة بنديشة أو عيشة بنديشة، فمن اعتبرها جنية مرعبة إلى مجرد أسطورة خرافية. تقف في المنتصف مجموعة ثالثة تؤمن بأنها شخصية حقيقية لسيدة قاومت بضراوة جنود البرتغال، وتكاد تتقاطع قصة قنديشة التي لا تزال إلى اليوم خالدة في التراث الشعبي المغربي، مع أساطير خيالية أخرى في مناطق مختلفة بالعالم، منها النداهة بمصر مثلا، وأم الدويس ببعض بلدان الخليج، وصاحبة الفم الممزق باليابان. عيشة قنديشة هذه تلقب أيضا بعيشة مولات المرجة أو سيدة المستنقعات، وعيشة الكناوية ولالة عيشة، واللقب الأشهر عيشة قنديشة. أما أصل تسمية مولات المرجة أو مولات الواد فيعود إلى الأسطورة التي تقول أن قنديشة كانت جنية تظهر فقط قرب المناطق المائية من وديان ومستنقعات وبحار، وأنها كانت تتسيد هذه الأماكن خصوصا في الليل. هي قصة عن امرأة جميلة تتحول إلى جنية شريرة وتستخدم جمالها لإغواء الرجال وقتلهم. وحسب الأساطير نفسها يذكر أن مجرد النطق بلقبها الغريب والمخيف قنديشة قد يصيب المرء بلعنة ستلاحقه لبقية حياته. كانت عائشة تتمتع بجمال فائق، وكان شعرها أسود طويل وثيابها طويلة وقدميها المتواجدين على شكل حوافر الجمل أو الماعز. كانت عائشة قنديشة بجمالها تظهر للرجال ليلا في المستنقعات، وكانت تفتن كل رجل يراها بسبب جمالها الفائق، لكن شكلها الحقيقي هو شكل ساحرة عجوز شمطاء وحاسدة تقضي مطلق وقتها في حبك الألاعيب لتفريق الأزواج، وتارة أخرى تأخذ شبها قريبا من بغلة الروضة أو بغلة المقبرة، فتبدو مثل امرأة فاتنة الجمال تخفي خلف ملابسها نهدين متدليين وقدمين تشبهان حوافر الماعز أو الجمال أو البغال. تفتن عيشة قنديشة الرجال بجمالها، فلا يستطيع أقوى الرجال مقاومة فتنتها وتستدرجهم إلى وكرها، حيث تمارس الجنس معهم ومن ثم تقتلهم فتتغذى على لحوم ودماء أجسادهم، إلا أنها تخاف من شيء واحد فقط وهو اشتعال النار أمامها. ففي إحدى القصص التي تدور حولها يزعم أن عيشة قنديشة اعترضت مرة سبيل رجال كانوا يسكنون القرى فأوشكت عن الإيقاع بهم من خلال فتنتها، إلا أنهم استطاعوا النجاة منها من خلال قيامهم بحرق عمائمهم أمامها، وذلك بعد أن لاحظوا شيئا يميزها عن بقية النساء وهو أقدامها التي تشبه قوائم الجمل. إذن فالسبيل الوحيد للنجاة منها هو نط النفس ومفاجأتها بالنار، لأنها تعتبر نقطة ضعفها، وكل من تقوده الصدفة في أماكن تواجدها يتعرض لإغوائها فينقاد خلفها فاقدا للإدراك إلى حيث مخبئها دون أن يستطيع المقاومة، وهناك تلتهمه بلا رحمة لتطفئ نار جوعها الدائم للحم ودم البشر، فهي تجلس في انتظار أي رجل وحيد ليأخذها، وبمجرد أن يقترب منها لا مفر لأنها ستكشف قريبا عن شكلها الحقيقي وتستهلكه تحت الماء، حيث أنها تكره البشر وإذا لم يتمكن مقلعها من الوصول إلى إنسان آخر أو مسكن في الوقت المناسب فهو محكوم عليه بالفناء، وفي بعض الأحيان قد تكون كريمة وتطلق إلى عالمه رجلا يرضيها عن طيب خاطر محملا بالهدايا الغنية. وفي الانقلاب الصيفي يتم تقديم التضحيات لها، حيث أنها نسخة محتملة لآلهة أقدم مثل عشتروت، والبعض يعتبرها ابنة شمهروش ملك الجن،
فقد قيل أن والدتها كانت بشرية، وأن والدها إغود وهو راع الريح الذي حمل والدتها إلى الغابة، ويقال هذا سبب تسميتها بالاسم البشري عائشة واسم الشيطان قنديشة. لكن حسب بعض المصادر فعائشة قنديشة شخصية حقيقية، وهي امرأة تنحدر من الأندلس من عائلة موريسكية نبيلة طردت عائلتها من هناك. عاشت في القرن الخامس عشر واسماها البرتغاليون بعائشة قنديشة، أي الأميرة عائشة الكونتيسة. أما الموريسكيون هم المسلمون الذين بقوا في إسبانيا بعد سيطرة الصليبيين عليها، وقد تعاولت مع الجيش المغربي آنذاك لمحاربة البرتغاليين الذين قتلوا وشردوا أهلها، فأظهرت مهارة وشجاعة في القتال حتى ظن البعض وعلى رأسهم البرتغاليون أنها ليست بشرا وإنما جنية. صنعت لنفسها مجدا واسما ذائعا لدى المقاومين والمجاهدين وعامة المغاربة عندما حاربت الاحتلال، واتخذت في ذلك مذهبا غريبا، حيث كانت تقوم بإغراء جنود الحاميات الصليبية وتجرهم إلى حتفهم إلى الوديان والمستنقعات، إذ يتم قتلهم بطريقة أرهبت المحتلين الأوروبيين. في حين تقول الرواية الثالثة على أنها امرأة مغربية فجعت بمقتل زوجها على يد الغزاة، فأخذت على عاتقها الثأر له، لذا كانت تختبأ طوال النهار وتخرج في الليل من المغر أو المستنقعات، بحيث تغطي نفسها بالوحل وتستدرج الجنود البرتغال، ثم تقوم بقتلهم وتقطيع جثثهم، ثم تعود للمياه مرة أخرى. أما الرواية الحزينة لعائشة قنديشة، يتداولها أهالي المنطقة، والتي على حد زعمهم هي سبب ولادة هذه الشخصية الدموية. فبحسب الرواية كان هناك فتاة حضر من عائلة ثرية أحبت شابا فقيرا، إلا أن هذا الشاب لم يكن يحبها، بل كان يهمها بذلك ليتزوجها ويستولي على أموالها وأموال عائلتها. عائلة هذه الفتاة لم تقبل هذه العلاقة، فقررت هذه الفتاة بالهروب إلى الشاب من دون أن تأبه بالمال، الأمر الذي أثار غضب الشاب لأنه أدرك أنه لن يتمكن من وضع يديه على أموالها بعدما فعلته فهجرها. أصاب الفتاة الحزن على ما فعله الشاب، وظلت تبكي في المكان الذي كانا يتقابلان فيه إلى أن ماتت. وهنا بدأت الأسطورة. خرج من المكان الذي ماتت فيه الفتاة جنية كارهة للرجال، هي عائشة قنديشة. لذلك يؤمن العديد أن عائشة هي من الجن وليست من البشر. ولكن هل فعلا بمجرد ذكر اسمها يصاب الإنسان بلعنتها وستبقى معه طوال عمره؟ هنا الجواب الأكثر غرابة. فبحسب ما ذكره بول باسكون عنها في كتابه أساطير المعتقدات من المغرب، حيث تتداول أواسط العامة أسطورة تحكي كيف أن أستاذا أوروبيا للفلسفة في إحدى الجامعات المغربية كان يحضر بحثا حول عائشة قنديشة، فوجد نفسه مضطرا إلى حرق كل ما كتبه حولها أو إيقاف بحثه، ثم مغادرة المغرب بعدما تعرض لحوادث عدة غامضة ومتلاحقة. أما بالنسبة إلى الأنثروبولوجي الفنلندي وسترمارك الذي درس أسطورتها بعمق، يتعلق الأمر باستمرار لمعتقدات تعبدية قديمة، ويربط بين هذه الجنية المهابة الجانب عشتار آلهة الحب القديمة التي كانت مقدسة لدى شعوب البحر الأبيض المتوسط وبلاد الرافدين من القرطاجيين والفينيقيين والكنعانيين، حيث الذين كانوا يغيمون على شرفها طقوسا للدعارة المقدسة. وربما أيضا تكون عائشة قنديشة هي ملكة السماء عند الساميين القدامى، حيث اعتقدوا قبلنا أنها تسكن العيون والأنهار والبحار والمناطق الرطبة بشكل عام. وعلى الرغم من أن أسطورة عائشة قنديشة هي أسطورة، إلا أنها تلعب دورا مهما في الثقافة المغربية، فهي تعكس المخاوف والعواطف الإنسانية، مثل الخوف من المجهول والخوف من الموت والخوف من الغدر، كما أنها تعكس القيم والتقاليد المغربية مثل أهمية الزواج وأهمية الشرف. حتى يومنا هذا لا يزال الكثير من المغاربة يؤمنون بأسطورة عائشة قنديشة، وكثيرا ما يتم التحذير من الاقتراب من الغابات والصحاري في الليل خشية الوقوع في شباك عائشة قنديشة. وفي النهاية، إن كانت عائشة قنديشة أسطورة أم حقيقة،
يبقى الوجهان مرعبان، ولا أحد يعلم بحقيقة وجودها من عدمه إلا الله. أشكركم على متابعتنا، دمتم في أمان الله.